اول خبر من الهيئه القوميه لمترو الانفاق اللي اتكلمت عن واحد من الاخبار او الشائعات اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي بتقول انه هيتم تخفيف الاحمال الكهربائيه في خطوط المترو الثلاثه عن طريق ان هم هيسحبوا كل القطارات المكيفه وهيخفضوا الاناره وهيوقفوا السلالم المتحركه والمصاعد الكهربائيه. والهيئة القومية للأنفاق قالت إن كل الكلام ده مش حقيقي وملوش أي أساس من الصحة، وكل الحاجات دي بتشتغل بشكل طبيعي بدون أي توقف أو أي أعطال. ونفت كل الأخبار اللي تم نشرها على مواقع الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الإلكتروني اللي بتتكلم على الموضوع ده، إنه هيتم تخفيف الأحمال الكهربائية والكلام ده، وبتقول لحضراتكم تقلقوش خالص، مش هيتم سحب العربيات أو القطارات المكيفة في المترو، ولا هيتم تخفيض الإنارة، ولا هيتم وقف تشغيل السلالم المتحركة ولا الأسانسيرات في كل محطات المترو في الخطوط الثلاثة. واللي الشائعات اللي انتشرت بالخصوص ده كانت بتقول إنه ده بغرض تخفيف الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، فهي بتطمن حضراتكم انه ده مش هيحصل ابدا. وقالت كمان انه اللي هيحصل في المترو علشان يعني تخفيف الاحمال هو انه هيتم تخفيض سرعة القطارات من 80 كيلومتر في الساعة ل 60 كيلومتر في الساعة، وده هيكون بس في المحطات السطحية اللي هي فوق الارض او اللي المترو بيعدي فيها فوق الارض، لكن بترجع مرة تانية تمشي بالسرعة العادية بتاعتها اللي هي 80 كيلومتر في الساعة لما توصل أو تدخل في المحطات النفقية اللي هي بتمشي تحت الأرض. دي الحاجة الوحيدة اللي الهيئة القومية للأنفاق هتعملها، اللي هي تخفض سرعة القطارات فوق الأرض أو في المحطات السطحية من 80 كيلومتر في الساعة ل 60 كيلومتر في الساعة. ما عدا ذلك هي كلها شائعات وملهاش أي أساس من الصحة.